السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كان شباب؟ كيف كان محمد من قاد حمد دبسان دبسان حمد؟ كيف كان شباب خير؟ طيب شباب، أخوكم محمد من قاد دبسان دبسان حمد. أنا خلاص ترى أنا خلاص. كيف كان شباب خير؟ أدري شباب تأخرت عليكم، سامحوني على التأخير. أدري إني سحبت أم السحبة سحبة طويلة كذا يعني، بس كذا. أصبر بجيب لي واحد بعد. اليوم بدينا في الفلوق، اليوم جبت لكم فلوق رقم 2. طبعا شباب اليوم راح اتكلم عن 10 حقائق، يعني في 5 منها ايجابي و5 سلبي، يعني 10 حقائق عني لكن 5 منها ايجابي و5 منها سلبي. فهمت كيف؟ يعني خلاص خلينا نبدا من حلقه رقم 1. الحقيقه الايجابيه رقم 1. حقيقة رقم 1 الإيجابية هي مثلا لما أشتري حاجة أو إني اشتريت حاجة جديدة. سامحوني إذا كان صوتي زفت لأني مو زفت، فهمت كيف؟ لأن عشان البلاستيك هذا. طيب ما علينا، قز. حقيقة رقم 1 أنا لما أشتري حاجة، مثلا شريت لي جهاز، شريت لي أي شيء، أو مثلا شريت، خليني أعطيك مثال، مثلا شريت جوال جديد، لازم لما أفتحه بشويش، يعني لازم أحافظ عليه كأنه بمليون ريال، يعني أدلعه. فهمت كيف؟ مثلا الحين نجي عند الحقيقة السلبية رقم 1. عكس رقم 1، يعني مثلا شريت حاجة، خلنا نعطيك مثال. يروح قط الجوال، وين قط يا شيخ؟ جوال شادي بدري. لا بس عشان الفلوق رقم 2، وعشان من زمان ما كنتوا منتظرين الفلوق، فلعينكم بكسر الجوال اليوم في شاشة أول مرة في اليوتيوب، يعني مو أول مرة لكن بالنسبة لي أنا أول مرة. يلا صدقين. الحقيقة الإيجابية رقم 2، طبعا الحقيقة الإيجابية رقم 2، أحب الطلعات والسفر، مو يعني السفر داخل السعودية، لا أحب، يعني أحب أسافر برا، مع إن ما أسافر واجد، لكن أحب أسافر. كيف؟ يعني مثلا أحب أسافر، يعني أحب أسافر، يعني مو مثلا سيارة طيارة معي. زبدة انه احب اسافر. ترى على فكرة مو اليوم، يعني بعد 24 ساعة بسافر ترى، ويعني للأسف يا شباب راح اغيب عنكم تقريبا شهر ونص او شهر كمان، فسامحوني لكن لا بسافر اليوم. يلا بالسفر يا شيخ، اقسم بالله.
ودي بس أسافر. طبعا حقيقة سلبية رقم 2، حقيقة سلبية رقم 2 بصراحة حتى أنا يعني خلاص ودي أذبح نفسي كذا، لكن ما أقدر أذبح نفسي لأني ما أحب أذبح نفسي. يعني بالعربي أنا الطرمبة، يعني إنسان يعني مثلا أحد غلط علي حتى لو كان مو بذيك الدرجة، يعني مثلا قال لي كلمة صغيرة كذا، لكن أزعل أزعل بسرعة. هذا المشكلة اللي فيني، يعني أزعل كثير أموت وأنا أزعل، يعني مثلا أزعل بسرعة. يعني أحد ضايقني بشيء لازم أزعل، حتى لو كان سالفة بسيطة صغيرة مرة، يعني ما تستاهل الناس إني أزعل منها أو إني أخانقها، بس لازم أزعل منها وأبتعد منها علشان يجيني ويقول لي آسف يا حمودي. ف يعني أكثر الناس منقهرين مني أو خلاص ضايقوا من هذا الشيء أكثرهم ما أكرههم لكن كرهوني، فهمت كيف؟ زبدة، يعني هذا الشيء يعني سلبي فيني إني أزعل بسرعة. حقيقة إجابة رقم 3 طبعا أحب تصوير وإنستغرامية فوتوغرافية كابتشرية، أحب أصور أحب تصوير، يعني أحب أصور أشياء قريبة الدفع الثمن. ما أدري إيش تدخل قريب، لكن زبدة، أحب أصور أحب أشياء يعني كذا، أصور حاجات من القريب. بسم الله مخي، انا انسان كذا حيوان، استغفر الله، ما ادري انسان كذا ما ادري احس اني انسان. زبدة، يعني احب تصوير احب اخراج، يعني بالنسبة لي مثلا الحين جالس اصور الفيديو، مع انه اول مرة اسويها فما عندي خبرة لذيك الدرجة، بس ما ادري كم ديسلايك يجيني. لا ان شاء الله ما يجيني ديسلايك، ان شاء الله ان شاء الله. خليني اغمز لكم. اي المهم، حتى تصوير وخراج كذا، فان شاء الله ان شاء الله يعني بعد ما ارجع من السفر راح اطلع لكم افلام، يعني بسم بالله تحس انها افلام سينمائية، استغفر الله، يعني غرب المصحف، استغفر الله، يعني استغفر الله. حقيقة سلبية رقم 3، حقيقة سلبية رقم 3، انا نومي انا زفت مرة، إنسان نومه زفت، رايح في خرايط أمه. يعني مثلا أعطيكم مثال سريع، الليل كله سهران، طيب أفلام حركات، يعني الليل كله سهران، أصلي الفجر الحمد لله، أصلي الفجر وبعد بس الفجر أرجع الكمبيوتر أسولف مع أخوياي، وبعد صلاة الفجر يعني مثلا ساعتين ثلاث ساعات اروح السرير ومو انام، يعني انسدح سداحي عشان انام نوامي. بعد ما انام لين ساعة 11:30 او ساعة 10:30 11:15 اقوم اصحى من النوم، وعشان اصلي الظهر اروح اصلي الظهر ارجع البيت ارجع انام. تعرف صح اني ما اتغدى اصلا، ما عندي بطن اتغدى، قلت ايش اتغدى، انام بس الظهر ارجع انام بس الظهر اقوم العصر اروح اصلي وارجع واقعد اضرب نفسي في ذيك الجدار، بعدين ها كذا كذا احس اني كذا انسان مخطبط. بعد صلاة العصر اروح اتغدى ما شاء الله، بعدها راح اصلي المغرب. وين وقفت؟ اي اصلي المغرب، اصلا ما ادري المغرب، قصدي اصلي العصر اروح اتغدى واروح عند خوياي خرابيط والاشياء الحياة اليومية، اروح المغرب اصلي المغرب
المغرب، أرسل المغرب أرجع نفس الحكاية، أروح العشاء وأرجع لين الساعة 11 بالليل، أروح أتعشى بالليل الساعة 11، مرات من برا، مرات من البيت، مرات ومرات لين لو أصحى الليل كامل، أروح أصلي الفجر نفس الحكاية. الحقيقة الإيجابية رقم 4، طبعا الحقيقة الإيجابية رقم 4، أنا ما أحب أضرب أحد، يعني مثلا لو جاني شخص، ما أعطيك مثال سريع، لو جاني شخص وبقص خشمتي، بقصني كذا وكذا، أتركه أخليه، يعني أنا حتى لو أعطاني كف أو واحد غلط علي قال لي يا حمار أنت، يا حمودي يا حمار، يا طرمبة، ما أقول له شيء، يعني حتى لو أعطاني بوكس كف كفين منه، خلى وجهي التميطة عادي أخليه، مو علشان أخاف منه، يعني مو علشان أخاف منه ولا شيء، لا، لكن ما أحب قلبي كذا، قلبي الصغير لا يتحمل، ما أدري لا يحتمل ولا يتحمل، لا الحين ما أدري وش الصح بينهم. سبت علمت عددكم فكرة السريعة، ويلا نكست. الآن الحقيقة السلبية رقم 4، الحقيقة السلبية رقم 4 مثلا إذا طلعت برا البيت، طيب رحت مشيت، أعطيك مثال سريع، قابلت شخص طيب شتمني ضربني أعطاني بوكس، ما أدري ليه يحب الخناق دائما، يعني قال لي مثلا، قال لي كلمة يعني أنا ما حبيت الكلمة، أو مثلا إنه مثلا جاني واحد قال لي كلام حرام، مش حرام، قال لي كلمة يعني سيئة، مثلا كلب، مثلا يا حمار يا طرمبة، أي شيء مثلا، أو سبني بالعربي، سبني زين، حرمبة طرمبة حرمبة حرمبة. وقتها ما حد جينا افكار ايش ارد عليه، ارد لكن مو ذيك الرد، يعني الرد الصح اللي تطير جبهة المرة واحدة، لا اعطيه رد ردين عقبه اروح امشي، لكن لما اروح البيت ارجع البيت طيب و اقعد في الزاوية كذا قفل عين لمبات اي شيء، وقتها اتذكر السالفة ايش قال لي، مثلا قال لي يا حمار، قال لي اي شيء، اتذكر السالفة ووقتها يجيني مليون فكرة، قل يا ليتني قلت لي كذا 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 كذا، كان جبهتي طارت، كان جبهتي طارت على طول، مثلا راح انت مسكوك هيئة ولا شيء وانت ما انت بغلطان ولا شيء، مسكوا عليك حاجة ما كان عليك وقتها، يعني مثلا انت عليك شعر وكذا، انت كشخة انت ما كشخة، قال لك لا انت اللي انت كنت انت، يعني لو مسكوك انا قد صارت معي سالفة، ما ادري اذا تبون اعلمك، مو الحين بسوي فلوق ثاني رقم ما ادري ايش، بتكلم عن قصتي مع الهيئة وبس، هذه كانت ما ادري السلبية ولا الحلقية ولا ايش، سلبية الظاهر، هي سلبية رقم 4، اني وقتها ما تجيني اي افكار، لكن لما اروح البيت تجيك فكرة منه ما ادري كيف، تجيك افكار تطير في الهواء وتقول يا ليت يا حمودي لو يرجع لي الرجل هذا، وأرد عليها رد ورد كن أطيب جبهته وديه في صوماليا وأفغانستان. حقيقة رقم 5، حقيقة إيجابية رقم 5، طبعا شباب الحلوين، أنا حقيقة إيجابية رقم 5 اللي أنا حتى أنا أفتخر إنه موجودة فيني، يعني مو أتكبر أو إنه أتكلم على نفسي، يعني إني أنا إنسان طيب وكذا، يعني أنا إنسان يعني يشكروني، يعني أنا الحقيقة هي إني أنا أحب النظافة بشكل غير طبيعي، مثلا مستحيل إنك تروح من جنبي وما ما يعني ما تشم ريح أو عطر أو ريح حلو، يعني ما مستحيل تشوفني في حالة غير سيئة، يعني غير سيئة، حالة سيئة غير سيئة، يعني مستحيل ما تشوف، مستحيل تشوفني في حالة غير مرطوطة مطيطة مربوطية، يعني فهمت كيف؟ أحب النظام بشكل غير طبيعي، مثلا أحب أتعثر في يوم طيب قام تام نو، أحب أتعثر أنواع العطورات، حتى السرير قبل ما أنام لازم أعطر السرير
حتى الحرير عطرته ايش باقي؟ اي عطر السرير مو علشان اني الواحد اللي انت فكرت صح اني انا اعطر السرير ليه؟ كان جاء في بالك فكرة اني عطرت السرير تعطرت ما عطرت السرير علشان مو علشان انا اتحلم حلم حلو يعني لا علشان يعني اشوف حلم حلو يعني بس يعني خلاص طبعا الحقيقة السلبية والأخيرة لهذه الحلقة الحقيقة السلبية رقم 5 طبعا الحقيقة السلبية رقم 5 اللي هي أحب أرد أو أحب أقصد جبهة أي شخص يكون قدامي سواء كان كبير صغير أي شيء إذا كان غلطت عليه أو غلطت على أهلي طيب الحين أنت تفكر هذه مو سلبي هذه المفروض كل شخص يكون عنده هذه الحركة أو هذه لا 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 يعني هو صحيح انه ايجابي لكن بالنسبه لي انا سلبي ليش؟ لان طريقتي في هذه طريقه الاداء او طريقه الرد عندي زباله استغفر الله يعني مثلا جاني شخص كبير او اي شيء غلطت علي او غلطت على اهلي طيب صح انا غلطت علي لكن انا احب ارد رد كذا يعني اول ما ارد عليه معدي اقدر اتكلم باي شيء خلاص رديت وقصفت جبهتي الحمد لله هذا يعني شيء انا افتخر به الحمد لله صحيح انه مو سلبي لكن لان طريقتي غير عن الكل فهذا سلبي فهمت كيف؟ خلاص شباب تخلصت من الحلقة او فلو رقم 2 او ادري انه انا هذا الجزء الاول يعني اعتبره الجزء الاول من 10 حقائق عني 5 ايجابي و5 سلبي فاذا وصلتوني الى اكبر عدد تقدر عليه بشوف كم لايك استاهل هل انت تحبوني ولا لا وهل ما زلتوا تحبوني ولا هل ما زلتوا ما تحبوني وهل زلتوا تخسروني ولا ما تخسروني او تكرهوني ولا ما تكرهوني الزبدة ما بيطول عليكم ادري اني طولت بس ما بكثرها ولا زودت ادري اني زودتها لكن خلاص يعني هذا 5 حقائق سلبية و5 ايجابية فاتمنى منكم اللايك والمفضل والشير وكل شيء جيد ان شاء الله الافضل بتعلم من الاخطاء اذا كان في خطأ سامحونا على هذا العذر على هذا العذر على هذا الخطأ يعني بس فهمت كيف وبس شباب وصلوني لأكبر عدد تقدر عليه تابعوني على الحسابات تحت موجودة في الديسكريبشن وانستغرام والفيسبوك والتويتر ولا لا 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 كل شيء بس كان وياكم أخوكم دبل اسم الحمودي أدري إني منهار لكن فكرة يلا باي سي يو